اوكي يعطيكم الصحه والعافيه، معاكم احمد وعريكي فيديو جديد. مثل ما قلت لكم عن معلومات عامه، ما راح اتكلم بالضبط عن تليفون معين. بتكلم عن خاصيه ثانيه وايد مهمه لما انت تبي تختار التليفون. بتكلم عن البطاريه. البطاريه طبعا تستخدم حق التليفون بشكل يعني يومي، واكثر شيء يمكن يستهلك بالتليفون من بعد الشاشه هي البطاريه. لا والله يمكن البطاريه تستهلك حتى اكثر من الشاشه، لان حتى التليفون لما يكون على ستاند باي الشاشه مو قاعده تشتغل بس البطاريه قاعده تشتغل، تكون شغاله بالباك جراوند عشان تنزل لك شغلاتك انت تحتاجها لما تيجي تستخدم التليفون. حتى لما التليفون يكون طافي البطارية ممكن تتأثر، لأن إذا كان على الشحن. البطارية عبارة عن مخزون فيه خلايا طاقة، تشحنها على الكهرباء أو تشحنها على شغلة تكون بورتبل تعطيك شيء يعادل الكهرباء. شلون أنت تقدر تحسب الشارجر البورتبل شارجر أنت تشتري حالياً؟ الحين وايد هذا الشيء منتشر، إن كل الناس عندها شارجر تشحنه وتحطه وياهم بالجنطة حق السفر أو لما يطلعون، لأن تليفونك قاعد تستهلك البطارية بشكل مو طبيعي. وايد ناس تليفوناتهم بطارية الشحن مالهم يخلص على العصاري أو المغربية، يحتاجون يشحنونه مرة ثانية لأن بيكملون يومهم بيستخدمون التليفون، أو إنه هم رايحين شاليه أو طالعين طلعة بحر أو كشتة، أو الحين بعد موسم مخيمات الناس راح تطلع بر. أشكر هذه الشارجرات راح تنتشر أكثر الحين. شلون تعرف أي شارجر ممكن تشتري ويطابق مع تليفونك وكم مرة يشحنه؟ انا عن نفسي استخدم يا سوني، في عندنا سايبر انرجي سوني، هذه وايد حلوه. ناس وايد تسالني شلون تحسبها، معادله وايد سهله. على سبيل المثال هذا السوني سايبر انرجي في 10000 ملي امبير، خلينا نقول انت عندك الايفون 6 بطاريته 1810 ملي امبير، كم مره هذا راح يشحن الايفون 6؟ سهله، تاخذ 10000 ملي امبير تقسمها على 1810 يعطيك رقم، الرقم هذا هو كم مره انت تقدر تشحن فيه تليفونك. وايد وايد سهله. فلما انت تجي تبي تشتري لك بورتبل شارجر، اهم شيء انك تاخذ شيء يكون على الاقل 5000 ملي امبير. انا عن نفسي عندي 10000 ملي امبير، هذا استخدمه اكثر شيء بالسفر او اذا انا بطلع طلعه طويله او ادري انه راح استهلك شغلات وايد. وبعدين هو في تو بورتس اقدر اشحن شيئين بنفس الوقت. الشغله الثانيه اللي انا استخدمها بشكل يومي لاخذها معي، لان هذا طبعا بالمقابل انه 10000 ملي امبير بس حجمه شويه وايد ثقيل، انا استخدم هذه بشبه يومي، نوكيا أنبوب، عبارة عن أنبوب. هذا الأنبوب يعطيني 3200 ملي أمبير، طبعا يشحن تليفون. تليفوناتي عامة التليفون قاعد استخدمه الحين هو الموتورولا موتو اكس، البطارية 2300 ملي أمبير، ف 3200 ملي أمبير يشحن التليفون تقريبا مرتين إلى ربع، فمو وايد يشحن، بس في مكان واحد حق الشحن ما أقدر أشحن جهازين بنفس الوقت، بس خفيف وايد وايد خفيف. وبعدين لما انت يكون وقت الحاجة على قولتهم وقت الوهجة، لما يكون بطاريتك وايد ناشفة وانت لحين تحتاج انك تخلص شغلك او انك تحتاج انك تتواصل مع ناس فما تبي تنقطع عن اهلك مثلا او درب طويل شاليه او شيء، هذا وايد وايد ممتاز. مرات واحد ما يكون يمه شاحن، ف 3200 ملي امبير اولا يشحن بسرعة، ثانيا نوكيا خلاياهم ما شاء الله وايد وايد، نوكيا لها تاريخ بالبطاريات، بطارياتهم وايد قوية. ف 3200 ملي امبير خلايا فنلندية على قولة القايل تعطيك مقارنة بالسوني، وايد وايد أدائها طبعا حلو. هذه أنا أفضلها 3200 ملي أمبير، إيه منها كذا لون. أنا أنصح أنكم أنتوا تستخدمون الشواحن اللي تي داخل علبة التليفون، إذا أنت شريت تليفون جديد وعندك شاحن اللي يجي معه بالكرتون استخدمه أفضل لك. أنا عن نفسي أفضل أني أستخدم الشاحن اللي يكون شاحن مع واير نفس الوقت، ما يكون أن قطعة اللي تركب بالطوفة منفصلة عن الواير اللي انت ممكن تركبه على البلاك اللي يركب بالطوفة او تركبها على الكمبيوتر علشان تنقل معلومات او تسوي سينك او تسوي ابديت او whatever. فانا افضل الشاحن اللي يكون واير كيبل مع واير بدال الشاحن اللي عادة بالعلبة مات الاجهزة. بس انا اللي استخدمها نفس الشيء انرجي سيفر. شنو يعني انرجي سيفر؟ رفيق للبيئة. الشاحن لما تركبه على الكهرباء اذا التليفون شحن صار فل يفصل عن الكهرباء بروحه تلقائي بدون ما انت تشيل عن الكهرباء، بس بنفس الوقت يحافظ لك على خلايا مات البطارية، ان انت لما تقعد من النوم او لما تكون تليفونك على الشاحن ويكون فل ما راح هو يستهلك البطارية الا لما انت فعليا تشيل عن التليفون. فممكن انا استخدم تليفون بطاريته تكون مثلا 2000 ملي امبير، بس لان المعالج ماله او السوفت وير ماله او استخدامي انا يعمر معي التليفون اكثر من شخص قاعد يستخدم تليفون بطاريته 2500 ملي امبير. الخلايا الموجوده بالبطاريه هي اللي تعطيك الطاقه، انت تقدر تحافظ على هالخلايا وتقدر انك انت تذبح هالخلايا. شلون تقدر تحافظ على الخلايا؟ تقدر تخلي طريقه ماتك او انطباعك حق شلون انت تشحن البطاريه واستخدامك للتليفون تخلي الخلايا ماتك تتم نشيطه مده اطول، وان التليفون يقعد ويعطيك انجاز مده اكثر. فشلون انت تقدر تحافظ على هالشيء؟ بكل بساطه
التقنيات اللي كانت موجودة قبل تختلف عن التقنيات اللي موجودة الحين. قبل كان أحسن لك أنك أنت تنشف البطارية أو تنطر لما البطارية توصل للو أو زيرو أو بغض النظر شنو كانت علشان أنت ترتش عنها مرة ثانية. الحين لا، هالشيء هذا مو صحيح. أنت الحين تقدر تخلي التليفون كل ما يكون يمك شاحن تشحنه، الخلايا راح تتنشط بزيادة. لما أنت تحصل الحين مثلاً تليفونات مثل نوكيا أو النكسس راح يكون عند أو الجي جي 3 أو سامسونج إذا شريت الغطاء مالهم، تقدر تشحن التليفون بطريقة غير لاسلكية، يعني بدون لاسلكي، بدون لا تحط أنت واير عشان تشحن التليفون، تشحن التليفون وايرلسلي. علشان أنت تقدر تسوي هالشيء هذا لازم يكون عندك ريسيفر حق الأنرجي وعندك البلاك مال التليفون انه هو يعطيك تريجر حق المذر بورد انه هو يشحن التليفون بدون ما تركب واير على التليفون. فهذه الخاصيه خلتك انك انت تقدر تشحن تليفونك بطريقه اسهل وطريقتك يعني اكثر، راح تصير انت تشحن تليفونك اكثر كل ما تكون مثلا قاعد على المكتب تحط تليفونك على الوايرلس تشارجر وتشحن تليفونك. فهذه الحركه الحين خلت ان التليفون تنشط الخلايا فالبطاريه تستمر معك اكثر. التقنيه هذه بروحها اللي هي تغيرت اللي موجوده بالخلايا، بس التقنيه مال البطاريات ما تغيروا. علشان انت تقيس البطاريه اذا كانت هي بطاريه كبيره او صغيره مو بالحجم، بالملي امبير، هذا هو المقياس او المسطره مال البطاريات، ملي امبير. اذا البطاريه عند فيها ملي امبير اكثر من بطاريه ثانيه معناته ان البطاريه اقوى راح تعطيك اداء اكثر. هذا الشيء طبعا مقارنه بالمعالج ومقارنه بالنظام التشغيلي مال التليفون او الكمبيوتر او التابلت. فهو لازم يتطلب مو بس ان البطاريه تكون سعتها كبيره، تتطلب الشغله بعد معالج ونظام تشغيلي. ليش لما يسوون ابديتات مثلا يقولوا لك ان واحده من الشغلات اللي سووا ابديت عليها هي الباتري كونسومشن او هي استهلاك البطاريه. تحدث انت التليفون البطاريه تصير تستهلك بطريقه اقل، تعطيك اداء اعلى بس طاقه اقل عشان البطاريه تستمر معك اكثر وتعطيك اداء اكثر لفتره اطول. فالبطاريه التقنيه مالتها ما تغيرت من اول ما طلعت البطاريه على الهاتف الذكي لين الحين، هي نفس الشيء ملي امبير هي المسطره مالت البطاريات. مثل ما قلت لكم اقل بطاريات حاليا موجوده على التليفونات اللي تشتهر فيها إيه هي شركه ابل. ايفون 6 اللي هو اخر واحد نازل من شركه ابل بطاريته 1810 ملي امبير، اقل من 2000. بس ليش البطاريه مالت الايفون 6 مثلا تقايش مع الجالكسي اس 5 او تقايش مع الاتش تي سي 1 ام 8، مع ان الجالكسي اس 5 بطاريته 2600 ملي امبير والاتش تي سي 1 ام 8 بطاريته 2300 ملي امبير؟ ليش ال1810 مالت ايفون تقايش معهم؟ باختصار نظام ابل الاي او اس والشيبسيت مالت ابل A8 بروسيسور كونسبشن عالي حق البطاريه مالت التليفون. فمو شرط يحطون بطاريه اكثر من 2000 ملي امبير عشان يشغلون التليفون على شاشه 4.7 بوصه. بالمقابل ايفون 6 بلس عليه بطاريه تقريبا 3000 ملي امبير، لان شاشه اكبر راح تستهلك بطاريه اكثر وقاعد تعطيك ريزولوشن اعلى، بالمقابل حطوا له بطاريه اكبر. بس ليش الاندرويد يستخدم بطاريه اكثر؟ لان الاوبريتنج سيستم مال اندرويد الاو اس مال اندرويد يستهلك طاقه اكثر، لان اللي نازل على الاندرويد مو اندرويد مجرد. افصل لكم اياها اشرح لكم اياها بطريقه اسهل. الاندرويد اللي نازل على اتش تي سي يختلف عن الاندرويد اللي نازل على سامسونج على سبيل المثال او على سوني او على ال جي، لان شركه ال جي شركه سوني شركه سامسونج شركه اتش تي سي اي شركه تستخدم اندرويد تبي تخلي الناس تشتري تليفوناتها. شلون تشتري تليفوناتها اذا هي نازل عليها نفس النظام الموجود بالسوق كله؟ لازم يسوون سوفت وير يكون يعطيك بنفيتس اكثر من السوفت وير اللي يعطيك اياه بنفيت شركه ثانيه. فهم يسوون الاوبريتنج سيستم مالهم علشان ينزل على الاندرويد نفسه. لان سووا هالحركه النظام راح يستهلك طاقه اكثر، راح يستهلك بطاريه اكثر، راح يستهلك معالج اكثر. فالارقام تلقاها عند اندرويد ترتفع بوايد اكثر واسرع من ما نشوفها على ويندوز او على اي او اس، لان فيها وايد او اي امز، وايد شركات قاعد تصنع نفس الجهاز، فيحتاجون انهم يميزون نفسهم. فبالمقابل يحطوا لك شغلات يمكن ما تحتاجها على التليفون، بس بالمقابل علشان هي تشتغل لازم بطارية تكون اعلى ولازم المعالج يكون اعلى. عشان كذي يكون عندنا الاداء بالاندرويد او مو بالاداء، الارقام عند اندرويد تكون وايد اعلى عادة من تليفونات الويندوز او تليفونات الاي او اس. فنرجع حق البطارية، عشان كذي بطارية الايفون 6 1810 ملي امبير تقايش مع الاتش تي سي 1 ام 8 البطارية 2300 ملي امبير، او الموتورولا موتو اكس 2014 البطارية 2300 ملي امبير، او الجالكسي اس 5 البطارية 2600 ملي امبير. فالملي امبير هو المقياس مثل ما قلت لكم او المسطره مالت البطاريه اللي تخليك تعرف ان هي البطاريه ايش كثر قاعد
راح تعطيك من قوة أو طاقة حق التلفون إنه يشتغل. فالشارجرات الموجودة حاليا بالسوق توصل تقريبا من 5000 ملي أمبير لعشرة آلاف. لطالما أنت قاعد تأخذ أقل شيء 5000 وضعك بيكون زين سليم. أهل الآيفون ديروا بالكم إن أنتوا تحطون كابل مو أصلي. عقب ما سوت أبل إصدار الآي أو إس 7 سوري نزل العام آي أو إس 7 صار إنه إذا أنت ركبت شارجر مو أصلي يعطيك نوتيفيكيشن يقول لك مو أصلي. هذا النوتيفيكيشن مو عبط. إذا النوتيفيكيشن شفتوه غيروا الشارجر حطوا لكم شارجر أصلي. إذا أنتوا حطيتوا كيبل مو أصلي راح يذبح لك الخلايا ما راح يشحن لك إياها. راح تلقى أن التليفون يحتر وأن التليفون بطاريته تفضى بسرعة. أول ما تشوف أن هالشيء قاعد يصير معناته عندك مشكلة بالشاحن أو البلاك اللي بالطوفة نفسه غيره. حاول أنك أنت تلقى لك مكان ثاني تشحن فيه تليفونك أو غير الشاحن خير شر وشوف إذا التليفون للحين يسخن أو أن التليفون بطاريته تخلص بسرعة. هذه كانت معلومات عامة عن البطاريات. إذا في شيء ما وضحت لكم إياه أو ما قلت بالفيديو يا ريت تكتبوا لي تحت بالكومنت أو تلقوني بتويتر أو إنستغرام @slorks أحط لكم اللينكات تحت وأجاوبكم إن شاء الله عليها. جزاكم الله خير، يعطيكم الصحة والعافية، ومعكم أحمد العركي في مالها الكريم.